اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه بنتابع معاكم طبعا الانتخابات الامريكيه ورؤيه من مختلف الزوايا. اتكلمنا في الاقتصاد، اتكلمنا في الهجره، اتكلمنا في القيم الليبراليه والديمقراطيه، اتكلمنا في الصحه، واتكلمنا كمان في الاعتراف بنتائج الانتخابات. وكمان لازم نقف عند جزئيه مهمه جدا في الانتخابات الامريكيه ناخد بالنا منها، ليها علاقه باوروبا. ليه الانتخابات دي مهمة لأوروبا وليه هيفرق بشكل كبير ده مع المستقبل الأوروبي القريب؟ لأنه باختصار احنا طبعا أوروبا بتشهد حرب، هي الأكثر يعني كبرا منذ الحرب العالمية الثانية، الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها طبعا على العالم وعلى تغيير الخريطة الجيوسياسية وعلى كمان الاقتصاد العالمي، وأوروبا في القلب من ده كله. أوروبا تتخوف كثيرا من ترامب لعدة أسباب. أولا لأنه طبعا الأمن الأوروبي بيعتمد بشكل رئيسي على الأمن الأمريكي، والاتنين مع بعض في حالة تحالف مفهومة منذ الحرب العالمية الثانية. لكن ترامب كان بيهدد أوروبا بحاجتين، أولا بحلف الناتو، وشايف أنه أمريكا باختصار يعني بتدفع أكتر بكتير لحماية أوروبا، وأنه المفروض أن الفلوس دي توفرها لنفسها. وأثناء فترته كان دعا كمان لزيادة التسليح، دعا ألمانيا ودعا الاتحاد الأوروبي ودعا كمان كوريا الجنوبية واليابان فيما يتعلق بقى بالمحيط الصيني. فهو عنده سياسة بتقول أنا أدفع ليه للناس، ما الناس هي اللي تدفع، وده هيصب في الصالح الأمريكي، وأنا أهم عندي حاجة هي المصلحة الأمريكية قبل كل شيء. لكن هاريس عندها تغير تاني أو اختلاف تاني، بتقول إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والمساعدات الأوروبية لأوكرانيا لازم تستمر، ولازم نواصل نفس السياسة تجاه روسيا. ترامب بيقول إنه علاقته أكثر لطافة مع بوتين ومع الجانب الروسي، هو دايما بيقول لو كنت في السلطة ما كانتش الحرب قامت أصلا. فده برضو في السياسة الخارجية اختلاف جوهري كبير ما بين ترامب وهاريس. واحنا عارفين طبعا انه يعني مليارات الدولارات راحت مساعدة لأوكرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من حزمة مساعدات، بل ان أوكرانيا حتى دلوقتي بقت تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في رواتب الموظفين، الاقتصاد كله معتمد على الغرب. كمان في الجزئية المتعلقة بالبترول والغاز الطبيعي، واحنا عارفين انه اوروبا كانت معتمدة بشكل كبير جدا على الغاز الروسي، انهت تعقيدات كتير وغيرت من استراتيجيتها وراحت الولايات المتحدة الامريكية، لكن خدتها بالغالي وما زالت بتاخد بالغالي، وده مسار طبعا انتقادات في اوروبا بشكل كبير جدا. النقطة الثالثة متعلقة بالتجارة الخارجية، العلاقات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ترامب بيميل لفكرة حماية التجارة الأمريكية عن طريق فرض مزيد من الرسوم على الواردات الأوروبية بتصل ل 20% في بعض الأحيان على العربيات والأجهزة والأدوات الكهربائية وأدوات التكنولوجيا وغيرها. هاريس مش مع نفس القيم اللي بيفرضها ترامب، هي مع حماية التجارة الأمريكية، لكن شايف أنه ده يحصل أكتر مع الصين مش مع أوروبا حبيبتنا واللي بنرتبط بيها بتحالف. فهي أيضا انتخابات مهمة لأوروبا ومهمة لحلف الناتو في وقت بيتشكل فيه العالم، وشايفين البريكس، وشايفين طبعا محاولات الكل كسر هيمنة الدولار، وأنه يكون فيه طبعا عالم متعدد الأقطاب سياسيا واقتصاديا.